هذه أسماء الخيول المشاركة في الشوط الكبار يا حجار. وين المورو؟ سلام. المصور هشام بالتحرجات واجد ان تحقق النهاية. هشام الانطلاق بعملية الإحماء مع أحد مدربيه محمود غازي حماد، القيادة لياسر حماد سبيد تاور. الفحل تاور من ملاك ابراهيم ومحمد صلطي من عيلوط. مش رايحين يحرموكم من الوقفة هاي، لأنها صحيح وقفة حلوة وتقدر تتفرجوا وتتمتع بالشوط كلياته، لكن بعد إذنكم بلاش إحراج. رجاء اللي ما له شغل يخلينا الميدان فقط للخيل لحد يكون هو سافرا. إذا جميع الأحصنة داخل أرضية الميدان.
لخوض المعركة الكبرى، خوض المعركة والحرب الكبرى التي سوف تنطلق بعد دقائق من الآن. الانطلاق بعملية الإحماء نحو جهاز الانطلاق. اليوم بسم الله ما شاء الله الأحصنة جاهزة بدنيا ومعنويا لخوض المعركة التي انتظرناها من بداية الموسم 5 شهور. شباب الصغار اللي شباب فرسان ظهورها سبيد تاور يخرج حماد على غريفات على صهوة المورو ذئب الخرفان من العام الماضي تذوق لحم العجول والخرفان في عدة مضامير في عالم السباقات والميادين، تأهل إلى نهائي هذا النهائي من خلال هنا في قنا الجليل. اليوم ينتظره الخيال المايسترو على غريفات المترو سيرين مع الماكينة أو ماكينة الربح الياس أبو جبل. عملية الإحماء مع المدرسة السالمة العقبي، وها الريس مع أحمد أبو جبل. ننتظر فقط اعتلاء زنور صهوة سلطان المدين. سلطان المدين الذي حصل على مرتبين أولى هنا في قناة الجليل مع زنور للمالك العام أبو صالح من بير المكسور. مدربين الاسطبل الأمريكي نتمنى التوفيق للجميع. لم أنسى ولن أنسى شكر لكل من ساهم بإنجاح هذا المضمار وهذا الميدان فرسان قنا الجليل. لم أنسى ولن ننسى باسم الإدارة فرسان قنا الجليل، باسم جميع المدربين والملاك والجماهير والخيال الفرسان، بشكر لكل من أبو جانتي عواضي سيد فادي عباس علاء جماحلي عمر عيد أبو قاسم
أكرم عيد، محمد عيد، نوح مقبرون أبو الصقر، محمد جماحني خبص، علي أدهم صبيح، مهران خطيب، أحمد حمدان، أكرم عباس، محمد دقدوقي، أدهم دقدوقي، صبحي منزل أبو المؤيد، لطفي حمدان، نضال مقطرن، أمير يعقوب سعيد. أشكر أيضا سعيد صبيح المصور، مجد غرفات أبو الوديع، نزيه كعبية. أيضا نشكر لجنة التحكيم التي توافقنا في كل مهرجان وسباق في الشمال، سيد ماجد صقر أبو حمد، سيد رأفت فطور أبو محمد. نشكر أيضا سيد أبو علي عامر العامر، وسامح جراد، إسلام بطاح أبو غازي، هشام بطاح أيضا من خيالة إلم قابلة، حسام أبو عرب، زياد فندي، روشن قطرن، وبهاء عباس أبو محمد. شباب نشكركم جميعا فردا فردا، آسفين إذا نسينا اسم هون ولا هون، لكن نشكركم شخص شخص. ونشكر أيضا الشاب أحمد إبراهيم غرفات، المصور أيضا التابع للمصور الرئيسي لهذا الحفل، مجدي غرفات أبو الوديع. شكر خاص لجميع من ساهم ودعم هذا المهرجان الكبير والخير، ركوب الخيل والفروسية. صوت الكبار يحذر، صوت الكبار يحذر، سوف ينطلق بعد لحظات. من سوف يتربع على عرش بطولة قناة الجليل لفئة الكبار يحذر؟ المورو سكيت باور وامير الديسبرادو. من الصعب ان نرشح احد هذه الأحصنة، أصحاب القلوب الضعيفة لا تغادروا، فيوجد لدينا ما يلزم لأصحاب القلوب الضعيفة من أجهزة ودواء. شباب اللي عاني من أعصاب يعني توتر تهدئة أعصاب، يوجد لدينا كرات مطاطية. يا فعلا إخواني ينطلق الشوط، الكبار يحضر على بركة الله. سلطان المدين ما زال متصدر المجموعة من البداية، بل هو سبيد تاور مع ياسر حماد. الخيول بالمراحل الأولى من السباق، القناص مع محمد بالمراتب الثانية. يا سلام يا سلام، المورو بالمرتبة الثالثة مع علاء غريفات. أيا صبو جبل بالمرتبة الرابعة مع تروسيورين. الأحصنة في مجموعة واحدة، يا سلام. سبيد تاور ما يزال متصدر المجموعة، سبيد تاور ما يزال. القناص الآن يندفع ما بين المرادفين مع الخيال محمد. الأحصنة دخلت الخط المستقيم، يا سلام يا سلام يا سلام. الأحصنة دخلت الخط المستقيم، يا سلام. المورا سبيد تاور والقناص، المورا سبيد تاور والقناص، يا سلام يا الله. المورا سبيد تاور والقناص، بل هو القناص، القناص 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 القناص. I'm not afraid.
مشجعي ورابطة مشجعي استبلاط أبو العدان فعلا واستبلاط أبو سند عباس عوالدي أبو السند فعلا الدماس يعود من جديد الدماس بعد بطولة عام 2014-2010 يعود مع الخيال الواحد محمد بل هو زين. يا سلام يا سلام يا الدماس أنت الغزال يا قماس أنت الغزال يا قماس في ريف الريحة هو اسمك المسجل في شهادة الميلاد بده يتوج القماص او البطل على طريقته الخاصه فبدنا نحترم التتويج يا ابو العدنان ابو العدنان اذا ليس بغريب على فتح الحسن ابو فارس بتتويج كاس الكواس البطل القماص مبروك الف مبروك بارك الله فيك ابو فارس هذه مش اول مره يا ابو فارس تتوج وتكرم ابطال هنا في قال الجليل من فتح الحسن ابو فارس من المشهد ليس بجديد على ابو فارس في سباق المكر عام 2005 اهدى البطل وكان التجر عندما كان يدربه اكرم عوايدي انتهينا من البطل بعوده البطل الملاك ابراهيم ومحمد صلطي من عيلوط ادهم ابو علي وابو فارس يقدمون كاس لوصيف البطل سبيتر وين التصفيق يا شباب سبيتر مبروك ابو حسين مبروك ابو علي ابراهيم وشقيقي محمد مبروك جهاد مبروك جميعا طاقم سبيد تاور على هذا الانجاز الرائع والطيب هذا هو الخيال الكبير ياسر حماد مبروك الف مبروك المورو المورو بسم الله ما شاء الله عليك المورو الملك ابو عبد الله الماس كعبيه القياده كانت للميسرو على اغريتات أيضا أبو علي سيتوج كأس المرتبة الثالثة لنائب وصيف البطل المورو وين التصفيق يا شباب للمورو نائب وصيف بطل مركز ثالث نتيجة لا بأس بها في بطولة بهذا الحجم مبروك المبروك أبو عبد الله لعلاء غرفات أبو حسين لأهل الكعبية أجمعين للجميع مبروك للأبطال مبروك لوصيف البطل مبروك لنائب وصيف البطل مبروك أبو سند مبروك أبو سند أروم أبو القماص أروم أبو القماص مبروك ألف 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 مبروك أبو سند تفضل في شوط أروما عندما تربط عرش بطولة الإناث قال لي
تبقي لدي القناص، لا اخاف على القناص، تبقي لدي القناص. وفعلا قبل قانا الجليل. مبروك شباب. تفضل الميدان، تفضل الميدان. الله يرضى عليكم شباب، تفضل الميدان. الثالث عشر، شوط مفتوح الدرجات. المكسور الملقب زيو، زيو هو البطولة له في عالم السباقات والميادين، بطولة على ظهر القناص، لشرف عظيم يا زيو. كل الاحترام للخيال الواعد زيو محمد نبير المكسور. بطولة هنا في قانا الجليل وعلى سهوة من كان هو القناص. مبروك المبروك من هنا الإخوة أكرم وعباس عواودي من كفر كلا. مساء عزومه في بيت في الاستبل، الاستبل البهلي عباس ابو خالد. الجميع عزومه مفتوحه، كانت مفتوحه للجميع، اهلا وسهلا بالجميع. ان شاء الله رب العالمين يوم الاحد الساعه 7 مساء عند مهدي عباس، اخونا مهدي عباس ابن كفر كلا قال الجليل ابو خالد. يستقبل ابو خالد ان شاء الله في كفر كنا عزومه للجميع ان شاء الله لتناول طعام العشاء ان شاء الله رب العالمين. طبعا الابطال بعد شيء